الغامشلي وياك مدير مطعم الغامشلي استاذ مهران. استاذ مهران واعضاء مطعم الغامشلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك الصحه والعافيه، رمضان كريم عليك. هذا ابو الدجاج، هذا ابو الدجاج، هذا ابو الدجاج، هذا ابو الدجاج. بمناسبة رمضان نحب يعني نسأل على المطعم هذا ما شاء الله الراقي، والناس اللي تتعنى له من قاسي والداني تتعنى له المطعم هذا، أكلاته طيبة. شو عندكم من أكلات؟ شرف أنت شرف. شو عندكم من أكلات يعني اللي تقدموها للمواطنين؟ شو عندكم أكلات؟ أكلات رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمك محمد. آمين. بمناسبة أجواء رمضانية والأواخر العشرة من رمضان، حبيت اسوي لكم محتوى على مطعم القامشلي. مو في القامشلي؟ نعم ما شاء الله. شوف مطعم يعني راقي وناس تتعنى له من كل الصلاة على محمد وآل محمد. مطعم راقي بوجود الكادر السوري ومدير مطعم القامشلي استاذ مهران والعمال من نوعية جيدة والكمية من نوعية جيدة، مختصين بعمل الصاج بالطريقة السورية فقط، صاج لحم، صاج فلافل، صاج دجاج، بأسعار تنافسية مع السوق وأسعار كلش مفيدة إلى الشعب العراقي وللفقراء. المطعم يبيع للشعب لا بس المواطنين البصرة؟ لا الشعب كله. عندنا فرع ببغداد، عندنا فرع بنيسان. شنو أنواع الأكلات اللي تقدموها للناس؟ الأكلات عندنا مختصين بس بالصاج، صاج فلافل بالطريقة السورية وصاج لحم وصاج دجاج على شكل وجبات وعلى شكل سندويتش بس بس بس. يعني ما لكم مثل المطاعم الحسون كريسبي ما كريسبي؟ لا ما عندنا، مختصين بس بالعمل هذا والحمد لله جاي الناس والزبائن جاي تحمد بينا وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الله يدم المحل أهله. رحم الله والديك ورحمة الله وسلم. الله يعطيك الصحة والعافية. تحية خاصة للدليفري. دليفري ولا دليفري؟ دليفري. شو معنات الدليفري؟ توصيل؟ ها؟ عامل ناس توصل طلبات للزبائن. يعني عندكم خدمة توصيل؟ نعم. موجودة عندنا توصيل. يعني على التليفون ماشي على الاتصال مباشر، اتصلون خدمة المطعم اتصلوني انا بالدليفري ونصلهم. هاي الطريقة المريحة على السوشيال ميديا يعني هم قاعد ببيتهم ما شاء الله. نعم قاعد متاح بيتك عشان وين ما يعجبك نوصل لاي مكان. تكلفة التوصيل نفس التكلفة اللي يقعد بالمطعم لو يختلف؟ لا تختلف. شلون؟ يعني مثلا اذا هو عنده سيارة حنقول بيتهم بالحيانية او مناطق بعيدة يجي الزعام وهاي نقدر نوصل له طاقة يعني وقت وسعر مناسب. نفس السعر لو يختلف؟ لا السعر يختلف بس مناسب. مناسب يعني للعوارض المثال هسه ما ناقص هذا اريد اذا نوصلك كم 2000 كافي والزبير 3000 مناسب. الله يديم رخص. مناسبه هذه الاجواء الرمضانيه اسالك سؤال. تفضل. انا متعلم اسال سؤال وان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ليله القدر نزلنا في ليله القدر وما ادراك ما الليلة القدر خير من 1000 شهر. ليش ما قال الله سبحانه وتعالى قال 2000 شهر 3000 شهر؟ ليش 1000 شهر؟ ليش؟ سألوا الرسول. طبعا السؤال هذا أعرف ما حد يجاوبه بس هي مجرد محتوى ومعلومة حلوة للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه على هذه ليش الله سبحانه وتعالى قال خير من 1000 شهر؟ يعني الرسول جوابهم قال إن أعمار أمتي ما بين من 60 إلى 70، فلما تضرب تقسم الألف شهر على سنة يطلع 83 سنة. نعم صح. وكان المقصود بهذا الألف شهر هو يعني أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70 وقليل منهم يعبر هذا المدة. صحيح. هاي الألف شهر الله خصه بالعافية. بارك الله بالحبيب.